اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اكتشف موهبتك. موضوعنا راح يكون اليوم عن تاثير قرص المدمج اللي هو السي دي، بدال لا السي دي الخربان عندكم ينقط، نستفيد منه بعمل لوحه فنيه جميله راح تشوفونها معانا اليوم. تابعونا. رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين للعمل الفني اللي راح نقوم فيه اليوم، وهو القرص المدمج السي دي. راح نحتاج أدوات جدا سهلة وبسيطة، فرشة، راح نستخدم ألوان وتكون الألوان على ذوقكم، وأكيد القرص المدمج السي دي، والمسدس اللي هو السيليكون الحراري. أحب أنوه على شغلة، السي دي طبعا لازم يكون ما يشتغل، مو شغال عندك وتستخدمه وتروحون تجيبون سي دي جديد وتستخدمونه، لأنه راح نقوم بعملية التكسير الخاص في السي دي. وحبيت أنوه على شغلة ثانية اللي هي الأمن والسلامة، القفازات وارتداء البالطو. وبهذا العمل وقت تكسير السي دي ناخذ حذرنا في استخدام المقص عند القطع علشان لا تنجرح ايدكم. راح ابدي بالبداية مع قطعة خشبية، تقدرون تستخدمون هذا التأثير لأي عمل فني عندكم أو أي اكسسوار عندكم، فازة مثلا، أباجورة، لوحة، راح تستخدمون في القطع السي دي هذه. راح ابدي معاكم بالألوان، راح اختار لون البنفسجي الفاتح مع احد هذه الالوان، واختيار الالوان تكون لكم. راح اجزئ بالطريقه هذه اللون، وابدي ادخل اللون اللي راح اختاره. بهذه الطريقة. نحاول ندخل اللونين مع بعض. تدخيل الألوان مع بعضها البعض. بالنهاية عزيزي المشاهد، أعطاني هذا التأثير بلونين بالداخلين مع بعضهم البعض بهذا الشكل. راح أنتظر هذه القطعة تنشف وتجف ونرجع لكم للخطوة الجاية. رجعنا لك عزيزي المشاهد والقطعة مالتنا
جفت مثل ما انتم شايفينها الحين، وايضا قمت دهان القطع الخشبية المكملة واللي راح تساعدنا في عمل هذه اللوحة. نبدأ بالخطوة الثانية وهي تقطيع القرص المدمج السي دي. مثل ما بلغتكم في البداية ان ناخذ ونتخذ وسائل الأمن والسلامة، وخصوصا عزيزي المشاهد في عملية تقطيع السي دي. حسب الأحجام اللي انت حابها تقدر تقطع عن طريق المقص، أحجام صغيرة أو أحجام كبيرة. نكتفي كذي عزيزي المشاهد في تقطيع هذا الجزء من القرص المدمج. نكمل عملنا والخطوة هذه. عندي أنا قطعة زخرفية راح أزينها في القطع اللي أنا قصيتها قبل شوي. باستخدام مسدس الشمع الحراري راح أقوم بتلزيق القطع الصغيرة. بشكل عشوائي. كذي انتهينا عزيزي المشاهد من تلبيس قطع القرص المدمج السي دي على النكشة. لاحظوا معاي شلون طلعت هذه القطعة جميلة جدا. الحين نبدي معاكم نبلش نجمع اللوحة بشكلها العام. هذه القطعة الخشبية في البداية قاعد أرتب قبل لا أبدي بعملية اللصق الشكل النهائي. نبدي نثبت أول قطعة فنية. تالي القطعة اللي بعدها. قاعدة أحط هذا الشكل السي دي بشكل نصين علشان أبين لأي شخص يشوف اللوحة الفنية عزيزي المشاهد يعرف أنها قصاصات القرص المدمج. وكذي عزيزي المشاهد انتهينا من العمل الفني. صارت عندنا لوحة جدا جميلة من أقراص المدمجة.
اللي هو السي دي. وكذي نلتقي معاكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامج اكتشف موهبتك. مع السلامة.